اهلا بكم في فيديو جديد من فواح. انا باسل. اهلا بكم سيداتي العزيزات، اهلا بكل ليدي عايزة تهتم بنفسها وعايزة تخلي ريحتها كويسة. النهاردة بشارككم حاجة مهمة. انا اشتريت مجموعة من العينات العطرية لعطور مشهورة واخترت 5 عطور عجبوني، 5 عطور من العطور المشهورة هتعرفوهم دلوقتي. العطور دي عجبتني والعطور دي من العطور الجميلة اللي كل ليدي لازم تبقى عارفها. عملت تقييمات لعطور رجالية كتير، عملت تقريبا تقييم لحوالي 80 او 90 عطر وممكن يكون اكتر. دي عدد العطور اللي انا كلمت الناس بشكل مستفيض او بشكل مليان تفاصيل عنها، ولكن ما كلمتش قبل كده عن عطور نسائية. التقييم ده انا بخصصه ليكم. العطر الاول معانا النهاردة هو عطر ميس ديور اودو تواليت او تركيز ماء تواليت. العطر ده اصدار سنة 2019 او ده اصدار سنة 2019 بالتحديد، لان العطر ده من العطور القديمة والمعروفة من دار ديور. ميس ديور من العطور الجميلة جدا اللي شدتني وعجبتني جدا اول ما شميتها من اول مرة. العطر حسيت مع العطر ده بالانبساط، وحسيت ان هو ده العطر اللي ممكن اي ليدي تستخدمه ويليق عليها في اي وقت وفي كل مناسبة. ده عطر ميس ديور فعلا، هو ده عطر الميس، هو ده عطر ليدي، هو ده عطر الانثى الجميلة اللي ممكن نعتبرها حيوية ومنطلقة. العطر ده مصنف انه لا الاوقات الحارة الى حد ما، مصنف ان هو للربيع ولا الصيف، ولكني بشوف ان العطر ده بيصلح لكل الاوقات في الطقس العربي الخاص بينا او في المناخ في المنطقة العربية بشكل عام. انا بشوف العطر ده من العطور الجميلة اللي اي انثى ممكن يجي لها اطراءات لو استخدمته. اهم الحاجات اللي بتميز العطر ده ان العطر ده حامضي، في ريحة حمضيات، في ريحة حامضية كده، هي ريحة اشبه بريحة البرتقال الجميل الممزوج مع ريحة الازهار، وفي نفس الوقت بخلاف وجود الازهار ففي عندنا ريحة الروزس او ريحة الورد وفي ريحة الباتشولي. الباتشولي بيدي العطور نوع من انواع الرائحة اللي ممكن نعتبرها هي رائحة خضراء الى حد ما وفي رائحة خشبية جميلة. انا عموما بشوف العطر ده من العطور الجميلة المتميزة. الاداء في العطر ده بشكل عام اداء متوسط، الفوحان في العطر ده فوحان متوسط، ودي حاجة كويسة او حاجة مقبولة او معقولة بالنسبة للعطور النسائية. مش لازم العطر النسائي يبقى عطر صاخب وعطر شديد يملأ الارجاء اللي بتتحركي فيها، ولكن يكفي ان العطر او البرفيوم اللي انت بترشيه عليكي يبان مع حركتك او يبان لو حد قرب او قعد قريب منك. العطر ده انا بشوف ان هو من العطور المثيرة جدا الجميلة اللي ممكن تستخدميها في الاوقات الحميمية الخاصة بيكي، فانا برشحه للاوقات الحميمية بشكل اساسي، وبشوف العطر ده من العطور المثيرة اللي بتعجبني انا كراجل. العطر الثاني معانا النهاردة هو عطر بادي بربري. عطر بادي من دار بربري، صورته هتظهر دلوقتي على الشاشة، وده شكل السامبل الموجودة معايا. بادي من بربري من العطور النسائية المشهورة والجميلة جدا، ومن العطور اللي انا بشوفها الى حد ما بتميل الى الرائحة النظيفة. انا بحس مع العطر ده انه ريحته نظيفة، يعني انا بحس ان ده العطر اللي اي ليدي ترشه على نفسها واي حد هيشمه عليها يحس ان هي لسه خارجة من الدش وريحتها شيك، هي لسه خارجة من الشاور ولسه واخده شاور وريحتها جميلة وفي نفس الوقت ريحتها سيكسي. العطر ده ريحته جميلة جدا وفي ريحة مميزة جدا وهي ريحة
الليبستيك او ريحه الروج او الريحه البودريه اللي هي ممكن نشمها في المكياج، ريحه بودريه نسائيه جميله بتعجب الرجال. وانا شخصيا بشوف العطر ده جميل، وبشوف العطر ده من العطور النظيفه اللي انت تستخدميها لو انت عايزه تحسي بالانتعاش وعايزه تحسي بريحه النظافه واللي حواليك يحسوا بريحه جميله ومنعشه. اهم الحاجات اللي بتميز العطر ده انه في الرائحه الزهريه وفي الرائحه النظيفه. الرائحه النظيفه دي بسبب وجود المسك الابيض. المسك الابيض بيتم استخدامه في او بيتم استخدام رائحته او توظيف رائحته في ان هي تدي ريحه النظافه والانتعاش، بالاضافه الى ان في رائحه فروتي الى حد ما او ريحه فاكهيه جميله. وبشكل عام في حاجه كمان هتلاقوها في العطر ده هي الرائحه الورديه. الاداء في العطر ده كفوحان، فوحان متوسط، ودي حاجه كويسه بالنسبه ل عطر نسائي زي ما قلنا. والثبات في العطر ده، الثبات فيه ممتاز. العطر ده هيستمر معاكي تقريبا من 8 ل 12 ساعة. والعطر ده بيميل اكتر انه يكون لأوقات وايام العمل، وتستخدميه طبعا بالنهار، وممكن تستخدميه في كل المواسم. انا بشوف ان هو من العطور النسائية الجميلة اللي تستخدميها في الشغل او تستخدميها في الخروجات النهارية او الخروجات الصباحية. بعد كده بيجي عندنا العطر الثالث، والعطر الثالث معانا هو عطر الفضيحة او سكاندل من دار جان بول جيلتي. الدار دي معروفة بعطورها المثيرة بشكل عام، ومعروف ان العطر ده من العطور الجميلة. هوريكم ادي العينه اللي موجوده معايا، وادي الصوره هتظهر على الشاشه. العطر ده بيجي بتركيز اي دي بي او اودو بيرفيوم او تركيز ماء عطر، وده تركيز عطري اعلى شويه، الرائحه بتبقى مركزه اكتر شويه، والاداء ممكن يبقى اقوى شويه في بعض العطور، ومش شرط ان الاداء يبقى قوي عشان ده تركيز اي دي بي. طيب العطر ده هو فعلا فضيحة، يعني أنا بشوف العطر ده من العطور النسائية الجميلة جدا اللي ممكن أحس إن هو فعلا فضيحة. يعني أهم حاجة بتميز سكاندل من جان بول جيلتي هو ريحة العسل، الريحة المسكرة الجميلة الموجودة في العطر ده. العطر ده غني بريحة العسل وريحة مسكرة، بالإضافة لوجود رائحة زهرية تحسي فيه بريحة الأزهار وريحة الحمضيات. والعطر ده من العطور الشتوية الجميلة جدا اللي تستخدميها بالليل، يعني تبدأي تستخدميها من بعد العصر لأي وقت متأخر، لكن الصبح هيبقى خانق، هيخنق اللي حواليكي، لأن العطر ده الأداء بتاعه قوي جدا. هو فضيحة فعلا، هو سكاندل فعلا. العطر ده كمان هتحسي فيه بريحة الكراميل مع ريحة فاكهة، يعني هتحس فيه بريحة فاكهة. هما بيقولوا انها بسبب وجود الخوخ والبرتقال والمندرين. المندرين دي حاجة عاملة زي البرتقال. العطر ده جميل جدا، بيرفيوم سكاندل ده ممتع جدا وحلو جدا. انا برشحه لكل ست عايزة في مجموعتها عطر قوي وفي نفس الوقت عطر مثير. العطر ده انا بشوف ان هو لو استخدمتيه في الاوقات الحميمية هتبقى نتائجه حلوة جدا. يكفيكي رشة منه او رشتين، رشة على كتف ورشة على الكتف التاني، واقفي في هواء او في مكان مفتوح الى حد ما ريحته
تهدى وهيجيب نتيجة حلوة جدا. انا شخصيا معجب بيه دلوقتي. الاداء في العطر ده اداء قوي كفوحان، هتاخدي فوحان على الاقل لمدة ساعة. شم العطر بوضوح وكل اللي حواليك يشمين العطر بوضوح. اول ما تدخلي عليهم وانت رشة العطر ريحتك هتبقى قوية جدا وهيشموك بشكل واضح جدا، و لا ريحته حلوة جدا يعني. والثبات في العطر ده هيقعد معاك يوم كامل، شم ريحة العطر وهتشميه على الملابس لمدة يوم كامل تقريبا. انصحك ما تستخدموش في الشغل لانه هيبقى صعب شوية على الشغل، هو سيكسي جدا بالمناسبة. طيب بعد كده بندخل على عطر انا بشوف ان هو من العطور الرزينة في رائحتها، تحس كده ان هو عطر الليدي كده اللي هي رايحة الشغل الخاصة بيها. العطر اللي معانا Dolce & Gabbana The One. Dolce & Gabbana The One، العطر ده من العطور الجميلة. ده شكل السامبل اللي موجودة معايا، وده من عطور الليدي. ده عطر الليدي او النجمة اللي بتدخل على الريد كاربت وبتمشي، هو ده فعلا التصور الحقيقي عن العطر ده. العطر ده اهم حاجة بتميزه انه في ريحه فروتي جميله، هو في ريحه فروتي، في ريحه فاكهيه غريبه وجميله فعلا، وفي نفس الوقت في ريحه فانيليه، في ريحه فانيلا، وفي ريحه ازهار، والعطر في ريحه سويتي جميله جدا، ريحه سويتي خفيفه هاديه ومش مزعجه، وفي نفس الوقت في ريحة بودرية هتحس فيه بريحة الليبستيك او ريحة الروج او ريحة المكياج. والريحة دي بشكل عام احنا كرجالة بنحبها جدا، بنحب نشمها على الستات لان هي ريحة مثيرة ومغوية. العطر ده اهم حاجة بتميزه ضمن المكونات الخاصة به هي الفانيلا والريحة الفاكهية اللي جاية من الخوخ، وكمان في نفس الوقت موجود فيه مجموعة من الأزهار الجميلة اللي بتديله ريحة حلوة، ريحة ناضجة جميلة. هو عطر الليدي فعلا، والعطر ده من العطور الشتوية اللي تستخدميها في الخروجات الصباحية والمسائية بشكل عام، مفيش أي مشكلة خالص. والأداء في العطر ده متوسط كفوحان، اغلب المحاطين بيكي هيشموا العطر بعد رشه من ساعة لساعتين، اللي حواليكي هيشموا العطر بشكل هادي وجميل، والعطر الثبات بتاعه عالي. العطر هيقعد معاكي تقريبا يوم على الملابس. البرفيوم ده من البرفيومز الجميلة جدا اللي برشحها لأي ست انها عايزة تستخدمه في الخروجات لو انت رايحة فرح بالليل او لو انت رايحة الشغل الصبح. البرفيوم الخامس معانا النهاردة هو مانفيستو من إيف سان لوران. مانفيستو ده من البرفيومز الجميلة اللي عجبتني بصراحة، يعني البرفيوم ده انا حسيته جميل جدا وممتع جدا، لدرجة ان انا كراجل ممكن استخدمه وما احسش باي نوع من انواع الخجل. الريحة جميلة جدا وممتعة جدا وفيها ابداع عطر، يعني انا البرفيوم ده ممكن استخدمه شخصيا واحب ان انا اشمه في اي وقت وعلى اي ست. والبرفيوم ده من البرفيومز الشتويه القويه جدا في ادائها، فما تستخدمهوش في الصيف، وما تستخدمهوش طبعا في الشغل بكميه كبيره، لان البرفيوم ده بشكل عام هيبقى خانق او صارخ، يعني هتحس ان هو فواح جدا وريحته منتشرة جدا في مكان الشغل الخاص بيكي. اهم حاجة بتميز البرفيوم ده انه في ريحة جميلة كده، هي ريحة فانيلا مع خشب، وفي نفس الوقت في ريحة بودرية، ريحة بودرية جميلة وريحة زهرية. وانا بشوف ان هو ده 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 العطر الانثوي الجميل المناسب، ده العطر النسائي اللي انا ممكن اشمه ومزهقش منه. وفي ريحة جميلة كده هي ريحة بلسمية، او الرائحة البلسمية دي ترجمتها
انها ممكن تحس انها رائحة دسمة الى حد ما، او ممكن يبقى فيها كريمية كتسهيل ل او كتوضيح اكتر عشان المعنى يوصل لكم اكتر، تحس انها كريمية الى حد ما، وتحس ان انت رشة على نفسك ريحة ممكن نقول مكياج مسكر وجميل وغالي وريحته شيك جدا. طيب اهم الحاجات اللي بتميز مانفستو هي ريحة الفانيلا، وفي نفس الوقت ريحة فاكهية بترجع لوجود العنب الاسود، والفوحان في العطر ده من متوسط الى قوي، والمحاصين بيك هيشموا العطر بكل وضوح، والثبات في العطر ده ثبات عالي، هيقعد معاك طول اليوم وهيستمر معاك لتاني يوم على الملابس، وانا بشوف العطر ده من العطور الجميلة جدا. طيب لو انا هختار عطر من العطور دي فانا هختار التالي، انا هختار التلاتة دول على الترتيب. اول حاجة مانفستو او سكاندل، الاتنين مع بعض، اختار الاتنين دول مع بعض، وهختار بادي من بربري، وانا بشوف ان التلاتة دول من اجمل العطور النسائية اللي تبقى في مجموعتك. لو هختار واحد منهم بعينه فهو يبقى مانفستو، عجبني جدا وحسيت انه بسطني، وحسيت انه من العطور الجميلة جدا الشيك اللي ممكن اشمها ومزهقش. ده كان اول تقييم مخصص للعطور الحريمي، بشكركم لمشاهدة التقييم، ومستني ارائكم واقتراحاتكم، وقولولي انتوا جربتوا ايه من العطور دي، وان شاء الله تقييمات دائمة للعطور النسائية. بشكركم لمشاهدة التقييم، واشوفكم في تقييم جديد مع فواح.